السلام عليكم. في فيديو اليوم سنعرفكم على سحلية أخرى من سحالي الجزائر، لكن قبل ذلك نطلب منكم فضلا وليس أمرا المشاركة في القناة ودعمنا باللايك لمساعدتنا على المواصلة والعمل لتقديم الجديد والأفضل. فلنتابع معا. سحلية أوليفييه الرملية أو أوليفييه ساند ليزارد، الاسم العلمي ميسالينا أوليفييري، سميت على شرف مكتشفها عالم الأحياء الفرنسي كيوم أنتوان أوليفييه. تنتمي إلى عائلة لاسيرتيدي. تتواجد بكل بلدان شمال إفريقيا وبلدان الشرق الأوسط. تعيش في المناطق الصحراوية والشبه جافة والمناطق المغطاة بالشجيرات أو الأعشاب الغير كثيفة. لونها بني أو رملي مع خطوط بيضاء على الجانب وبقع بيضاء وسوداء على الظهر. البطن أبيض مع بعض البقع السوداء. الرأس صغير وتملك مخالب على الأرجل. طولها يبلغ حوالي 25 سنتيمتر على الأكثر. تتغذى على الحشرات بشتى أنواعها. نرجو أن الفيديو أعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا باللايك لنقدم لكم الجديد.